مفيش حاجة وقفت معاكي خالص في الامتحان؟ لا سهلة يعني. هو الامتحان صراحة كان صعب يعني، كان رخم شوية، فمحتاجين علينا يعني في كذا حاجة كده. طب ايه اللي أكتر حاجة وقفت قدامك في الامتحان؟ لا هو مفيش حاجة معينة يعني، بس هو في حاجات كتير يعني كانت ملخبطة وحاجات كتير أول ما شفتها. محتاج وقت ومحتاج ان المسائل تكون سهلة اصلا، زي كان سافر كتير. طيب ده اصعب من الامتحانات اللي فاتت ولا زيها ولا ايه؟ لا كان اصعب، كان سافر كتير بس اللي طب ايه اكتر امتحان الحاجات يعني احنا نركز عليها؟ هو اخبار اللي هي بتبقى فيها كذا خطوة، ده كذا خطوة محتاج كتير، بس هو انا طلعت كذا خطوة كتير، وقت اطول سنة.